هبدأ دلوقتي افتح new project وينز فورم ابلكيشن، هسيبه الاسم باي ديفولت كده وهدوس اوكي. هبدأ دلوقتي افتح solution explorer، اعمل رايت كليك على ويندوز ابلكيشن 1 اللي هو اسم البروجكت بتاعي، وهضيف نيو ايتم، هقول اد نيو ايتم، هختار سيرفيس بيز داتابيز وهدوس اد. دلوقتي نزلت لي الداتابيز اهي زي ما انا شايفها. هبدا اكمل في الويزر، هبدا ادوس فينش. هاجي من سوليوشن اكسبلورر كده، هعمل دبل كليك على الداتابيس بتاعتي، هيفتح السيرفر اكسبلورر زي ما انت شايف، وهاجي على التيبلز وهعمل رايت كليك وهدوس اد نيو تيبل، هيبدا يفتح لي الديزاين فيو. هبدا اكتب اي دي، ده اسم اول حقل، وهعمل الداتا تايب بتاعته انتجر. وانا بتحرك دلوقتي بالتاب، هكتب النيم وهدوس تاب، وهكتب تكست وهدوس تاب. دلوقتي انا كتبت الفيلدز بتاعتي، هبدا اعلم على الاي دي وهعمله مفتاح اساسي، وهبدا على الخاصيه بتاعت identity specifications. هبدا افتح هنا واعمل is identity معموله نو، اعملها yes. خد بالك الانكريمنت عندك بواحد والسيد هيبدا من واحد. انا كده خلصت، ممكن اسيف في الكلوز من هنا، فهيسالك عايز تسيف التيبل بتاعك باسم تيبل 1، فاحنا ممكن نغير الاسم ونقول له كاستمرز مثلا. هبدا ادوس اوكي. هاجي من الداتا في المنيو بار وهعلم عليها او هدوس عليها كليكة، وهقول له شو داتا سورسز، عمل لي شو للداتا سورسز اهو. هعمل رايت كليك على داتا بيز 1 داتا سيت، وهعمل كونفيجر داتا سورسز ويز ويزرد. في الويزرد هيطلع لك التيبلز، ممكن تعمل عليها تشيك وهتدوس فينش. كده انت لو جيت على الداتا تاني وقلت له شو داتا سورسز، هتلاقي التيبل بتاع كاستمرز بتاعك نزل، فهتيجي من عليها سيلكت ديتيلز وهتسحبها على الفورم بتاعتك. وبعد كده هنيجي نسلكت من داتا في داتا سورسز، هاجي اسلكت داتا جيت فيو واسحبها على الفورم. هبدا اعمل ريسايز كده على اساس كل الفيلدز تبقى باينه. هبدا اشغل البرنامج بتاعي عشان اشوف الكلام ده هيبقى شغال مظبوط ولا لا. هدوس نيو ايتم، هدوس سيف، وممكن ازود ايتم كمان، هدوس سيف. زي ما انت شايف التولز بتاعتي شغالة مظبوط. ممكن اقفل، وبعدين عايز اد نيو ايتم، هاجي على بروجكت وهقول له اد ويندوز فورم، هو معلم لك اهو على ويندوز فورم، فهتقول له اد. ومن التول بوكس عايز اسحب دلوقتي في الباكج بتاعت ريبورتس، هتاخد ريبورت فيور كده الفورم ده، ممكن تعمل ريسايز شوية بفور. هتلاقي فيه سهم كده هنا، ممكن تدوس عليه وتدوس ديزاين نيو ريبورت. هيسألك على الداتا سورس، فانت هتختار داتا سيت 1 داتا سيت داتا بيس 1 اسف داتا سيت، وهتيجي على كاستمرز لان هو التيبل الوحيد فهيبقى باي ديفولت هو اللي معمول سيلكشن. هتيجي هنا هتاخد هتسحب كل الايتمز دي تحطهم في الفاليو التليفون والنوتس، هتدوس نيكست. هيبدا يسالك على الستايل، ممكن تغير الستايل هنا، هتدوس فينش. زي ما انت شايف نزل لك، ممكن تعمل ريسايز كده
الريبورت بتاعك. طيب دلوقتي احنا لو فتحنا سوليوشن اكسبلورر هتلاقي الريبورت 1 اتعمل، بس هو لسه ما تربطش في فورم 2. فتعال ندوس دبل كليك على فورم 2 كده ونرجع تاني نربط بقى ال ريبورت فيور ده بالريبورت اللي احنا عملناه، ونرجع نفتح سوليوشن اكسبلورر تاني ونيجي على فورم 1 نعمل بقى البطن او نزود البطن اللي هيربطنا بالريبورت. فتعالوا ندوس دبل كليك على بطن 1 ونيجي هنا ندوس دبل كليك على البطن 1 عشان نبدأ نكتب الكود فيه، ونقول له فورم 2 دوت شو. ندوس ان add items. هبدأ دلوقتي افتح الريبورت بتاعي، هدوس على بوتون 1. انا دلوقتي ممكن اجي اطبع الريبورت بتاعي من هنا، اسلكت البرينتر اللي انا عايزها وابدأ ادوس على برينت، هيبدأ يطبع لي الريبورت بتاعي. وبكده هنكون خلصنا.